احنا معانا من امريكا على التليفون الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد محارم. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. اهلا وسهلا. مرحبا النور. يعني ردود الافعال على فوز الجمهوري، نانسي بيلوسي ختمت مشوارها كرئيس للكونجرس بغرفتيه بزيارة شرم الشيخ، لكن ردود الأفعال على فوز الجمهوريين ب 218 مقعد إيه في أمريكا؟ طبعا مساء الخير، التحية والتقدير لكم. المجتمع الأمريكي طول عمره مجتمع عملي بتتغير فيه الحكومات ما بين جمهوريين وديمقراطيين، ولكن بنقدر نقول السياسة العامة سواء داخلية أو خارجية بتحدها ضوابط. يعني إذا كان الشعب في منه من هو يقبل على أنه يكون مع الحزب الجمهوري والديمقراطي، في الآخر بتتساوى المسألة في أن مصلحة الوطن العليا هي. إحنا لما شفنا الانتخابات في الأيام الأخيرة كان فيها نوع شوية من عدم التصديق، إزاي الديمقراطيين يكسبوا المقاعد دي؟ وكان في تفسيرات كتيرة جدا بتقول أنه الناس اللي رشحهم أو اللي دعمهم الرئيس ترامب ما كانش اختيارهم اختيار دقيق، وبالتالي خسروا في المرحلة الأولانية، والمجلس الثاني اللي هو مختص جدا بالتشريعات أخذوه الديمقراطيين. ومع ذلك كل الصراع اللي حصل على الأرض ده يحسب الآخر نوع من التوازن، وزي ما تفضلت حضرتك الجمهوريين كسبوا واخذوا المقاعد اللي ممكن يكونوا بيأملوا فيها. End of the story أو end of the day بتلاقي إن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، أعضاء الكونجرس بمجلسيه هم الناس المخولين إن هم ينقلوا صورة المجتمع من خلال آراء الشعب وطلبات الشعب. هي الديمقراطية الحقيقية السياسات بتترسم على أساس مصلحة البلد العليا فين، داخليا أو خارجيا. طب اسمح لي يا أستاذ أحمد أسألك، الجمهوريين حصلوا على 218 مقعد بينما حصل الديمقراطيين على 210، بينما الخريطة اللي بنشوفها أمام حضرتك على الشاشة دلوقتي يعني تحس ان 218 دول بيمثلوا مساحات شاسعة من القارة الامريكية، مش والازرق يعني مساحات قليلة قوي. ازاي الكثافات بتتغير كده رغم ان المفروض ان الكثافة تعبر عن المساحة او عن الشعب اللي بيسكن هذه المساحة؟ اوكي، سؤال كويس. ده ما احنا خلينا نقول ايه الكواليتي الكواليتي مساحة الستيت نفسها او مساحه الولايه بيسمحوا له يعني واحد او اثنين او ثلاثه، بس هو ماكسيمم اربعه ممكن. خلينا نقول ايه الاداء في المجلس، الكواليتي بتاع الشخص اللي ترشح ممكن واحد يكون اداؤه ثقيل. معلش بس حضرتك جاوبني على سؤالي الاول، يعني ازاي يكونوا الـ 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 الجمهوريين واخدين كل هذه المساحه الحمراء اللي هي تبدو قدامنا انها حوالي 75% على الاقل من المساحة الامريكية كلها؟ ازاي؟ هل الاماكن الحمراء دي فيها سكان يعني اقل، والاماكن الزرقاء دي مكتظة بالسكان لانها على السواحل زي ما احنا شايفين؟ لا ابدا، هي القصة كلها المساحة مش العنصر. المساحة ممكن ارض مساحتها كبيرة جدا بس عدد سكانها قليل. فعدد السكان هو اللي بيحدد يكون عدد السكان اللي بيحدد. طيب بالنسبة لتخلي نانسي بيلوسي عن زعامة الديمقراطيين في الكونجرس الامريكي، هل ده يعني حفظا لماء الوجه ولا تفسيرك ايه؟ استاذ احمد سامعني؟ دايما في الاخر هتلاقي عندك الحكومه المصب بتاعها هيجي لها يو هاف تو جو ذيس واي ولا ذات واي. يعني المجتمع الامريكي متعود على احنا يمكن في مصر الموضوع ده بالنسبه لنا مش 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 قادرين نحسه قوي، ولا حتى المصريين الامريكان اللي عايشين هنا، لان مش كله بيكون مهتم بمساله الانتخابات. مساله الانتخابات بتهم شريحه جدا من المثقفين او اللي يعني يهمهم العمل العام. الناس في الغالب حتى الامريكان بيقول لك انا باكل عيش وما تفرقش معايا السياسه، انا ده كلهم money in my pocket يعني. اي طيب، انا بشكرك جدا جدا احمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كان معي على الهاتف من امريكا.